تعالوا بقى ايه، هنعمل فطاير بالتفاح مقليه حلوه جدا وبسيطه. حابين تعملوها في اير فراير او فرن تنفع، مفيش مشكله خالص. ممكن نقوم دهنينها كده دهنه زيت او بسبراي زيت ونحطها في الاير فراير او نحطها في الفرن لو انتوا حابين، برضو بتبقى لطيفه ويعني وحلوه، برضو بتبقى يعني في منتهى الجمال. فعلى حسب انتوا حابين ايه تقدروا ان انتوا تعملوا كده بمنتهى السهوله. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل مع بعض. العجان كمان عندي كوبايه ونص من الدقيق، وعندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه من القرفه، ورشه ملح، ومعلقتين من السكر، واربع معالق كبار من الزبده. تمام. وعندي معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الخل، وميه للعجن حوالي يعني اقل من نص كوبايه، هنحتاج اقل من نص كوبايه. الحشو تفاحه متقشره او ثلاث تفاحات، يعني اي عدد انتوا عايزينه هقطعه متقشر، متقطع كده صغير جدا ومتقشر. وعندي معلقتين زبده، ثلاث معالق من السكر، ورشه قرفه، محتاجه قرفه تاني يا محمد، ومعلقه من النشا، ورشه ملح. هقول المقادير تاني. محتاجة عندي كوباية ونص من الدقيق، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة من القرفة، وعندي معاهم رشة ملح، ومعلقتين سكر، ومعلقة نشا، ومعلقة كبيرة من أربع معالق سوري كبار من الزبدة، وعندي معلقة خل، ومية للعجن حوالي أقل من نص كوباية أو نص كوباية يعني على حسب ما هنحتاج دلوقتي. وللحشو محتاجه تفاح يكون متقشر ومتقطع مكعبات صغيره، معاه مكعبين من الزبده، ثلاث معالق من السكر، ورشه قرفه، وعندي كمان معلقه من النشا صغيره، ورشه ملح. تمام. اول حاجه قبل ما اعمل العجينه، تعالوا نعمل ناخد استاذ حسين. طب الاول الو استاذ حسين، ازاي حضرتك؟ يا صباح الفل يا شيخ. اخبار حضرتك ايه؟ صباح يعني الاكلات الجميله والافكار الحلوه من الشيف اسماء. تسلم، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا ست الكل. تسلم ايديكي. الله يخليك. تسلم يعني افكارك ونصايحك الجميله وكل اكل. والله ربنا يخليك يا رب، شكرا جدا والله. عايزين مني ولا السمك كده يا شيخ؟ حاضر، عينيا عينيا، حاضر والله. ماشي يا شيخ، ماشي. شكرا جدا لحضرتك، الله يخليك. تعالوا بقى ايه، نبدا ان احنا نعمل احنا ناقصنا القرفه بعد اذنك. ايوه صح كده، ماشي. يلا تعالوا بقى نعمل اول حاجه، هنعمل الحشو بتاعنا. عندي مكعب الزبده ده هقوم حطاه كده، تمام، الشكل ده كده، وهبدا انزل. عندي التفاح هنا مقشراه ومقطعاه قطع، تكون قطعة زبدة كمان اهو بالشكل ده كده، وهبدأ انزل بالتفاح اللي انا مقطعاه صغير جدا، مقشراه مقطعاه صغير جدا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هدى صباح الفل. السلام عليكم يا مدام اسماء. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا مدام هدى؟ تسلم ايديكي وتسلم وقفتك. مدام ابني متعلمه منك اكلات كتير وجت خايبه في المطبخ، بقت ممتازه ده دلوقتي. يعني ده احلى حاجات بسمعها. بحبها واجي لها من المدرسه بدري عشان حبيبتي. حبيبتي ربنا يا رب تحميها. جايبين لي حبيبتي ذره، قولي لي بقى البسيطه او كيكه الذره دي ما عملناهاش من 30 سنه. حاضر حاضر، قلت بقى هاخد الخبره من اصحابها يعني. حاضر حاضر، ندى والنبي طلعها لنا بعد اذنك. حاضر عينيا. بصوا هقوم مشوحها، هنقولها احنا كنا عاملينها بطريقه حلوه جدا وسهله جدا، هقول لك مقاديرها. حاضر عينيا. بصي اهو كده، هنحط الزبده، هنقوم مشوحين التفاح كده مع الزبده، وحاطين عليه معلقتين السكر، وحاطين معاه معلقه صغيره كده من القرفه اهو بالشكل ده، وهقلب كده كل الكلام ده مع بعض. وعندي معلقه النشا الصغيره دي هدوبها في اقل من ربع كوبايه من الميه. تمام اهو، هقوم كده. بصوا انا مقطعه التفاح صغير جدا فمش هياخد يعني اي سوى خالص،
عندي بقى هنا النشا، هقوم حاطه فيها شويه ميه صغيره كده المعلقه، وهقوم مدوبه معلقه النشا اهو بس كده. تمام، بصوا بقى السكر بيسيح بتاع التفاح ومع القرفه بيبدا بصوا كانه هيكرمل كده اهو. هنبدا بقى نحط معلقه النشا كده مع الميه ونقلب دقيقه بالظبط، هتلاقوا كل الحشو بقى مسك شويه في نفسه. خليني بقى ايه اشيل كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها كده، خليها ورا، وخلي ده نحط فيه الحشو كده لما يجهز. بصوا بقى الحشو كل مدى هيبدا، بصوا النشا يتقله ازاي. ام محمد صباح الفل، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ نهارك ابيض ان شاء الله يا حبيبتي. انا بنعمل الحمد لله والله. انت عاملين ايه؟ الحمد لله والله كله زي الفل حبيبه قلبي، كله جميل دايما يا رب. وتسلم وقتك. تسلمي يا حبيبتي، وتسلم ايديك يا حبيبتي دايما كده في ميزان حسناتك يا رب. تسلمي يا حبيبتي والله تسلمي. بس مفيش مره تعزميني مره على الغدا عندكم؟ سلام، ده انت تنوري، انت بس قولي انا جايه اليوم الفلاني انت في عزومه على طول من غير عزومه حبيبتي. يا رب يخليك، الله يخليك ويبور بخاطرك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك ويعود علينا جميعا الايام بخير يا رب. يا رب حبيبتي يا رب، مع الف سلامه. الله يخليك، تسلمي لي، شكرا يا حبيبتي. تعالوا بقى ايه احنا دلوقتي الحشو عندنا، بصوا النشا، بصوا النشا بتربطه ازاي. عايز تطلع فاصل دلوقتي؟ هنعجن هنعجن وبعدين ايه. معانا تليفون. نور صباح الفل. صباح النور، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا رب دايما، الله يخليك. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله. اتفضلي انا معاكي. انا عايزه اسال عن وصفه المكرونه بالسجق. حاضر حاضر يا حبيبتي، عينيا. حاضر يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا انا الحشو كده بالنسبه لي خلاص هحطه بقى في طبق، ولازم لازم اسيبه يبرد، لازم الحشو اسيبه يبرد. اهي المعلقه بتاعت الحشو، لازم الحشو ما ينفعش احشي وهو سخن، فانا عشان كده عملتها قبل الفاصل عشان اديها براح كده تهدى شويه، وهقوم حطاها كمان يعني في الفريزر كده ايه تقوم شده شويه عشان الوقت عندنا، عشان تبرد معايا في السريع السريع كده وتبقى جاهزه معايا. تعالوا بقى في الوقت ده نبدا ان احنا نعجن. عندي كوبايه ونص من الدقيق، عليها معلقه صغيره ممسوحه خالص من البيكنج باودر، رشه قرفه مش كتير، معلقتين من السكر، وعندي الاربع معالق بتوع الزبده هسيحهم او هخليهم حتى يعني تبقى لينه. وهبدأ كده ايه احط رشة الملح بتاعتي، هحط معلقة خل، وعندي المية اللي انا هعجن بيها. تمام، اهو ابدا كده اعجن. اضيف الاربع معالق بتوع الزبده،
نرد على ام مي، وبعدين هنرجع نكمل عجن لان احنا عايزين نعجن كويس جدا. ام مي صباح الفل. صباح الفل يا شيرين، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل والله، كله جميل. كله زي الفل حبيبه قلبي، تسلميني. عملية السلامة سنة الله يخليك. الستات يعني اللي بيتكلموا واللي بيقول يعني. الله يخليك. عملية السلامة يا أستاذة، ربنا ما يسيبك. الحمد لله يا حبيبتي والله، الحمد لله زي الفل. الحمد لله. رفعت حضرتك على الكبسة. حاضر، عينيا حبيبتي. طلبتها من حضرتك قبل كده وما قلتليش عنها. لا هقول لك، عايزاها طيب بالفراخ؟ عايزاها كبسة بالفراخ ولا عايزاها بإيه؟ هي باللحمة. حاضر، عينيا. عيني يا حبيبتي، حاضر. السلام على حضرتك. الله يسلمك. السلام على حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. بصوا هبدا بقى ايه، احط اللحمه في الطاجن كده وادخلها الفرن عشان افضي بس مكان كمان شويه في البوتاجاز. الشكل ده كده تمام، وهنضف كده الطاجن وندخل الفرن. ندى صباح الفل، ازيك يا ندى؟ كويس الحمد لله. كويس إيه؟ كله زي الفل حبيبه قلبي والله، كله جميل. حسيني. الله يخليك. تسلمي جدا. تسلمي. عشان امانه ان انا كنت ما سمعتش لي 3 أيام أو 4 أيام عشان المدارس من يوم السبت، فمش مشغولة، مش عارفة أكلمك. معلش يا حبيبتي. أسألك على حاجة. ربنا يقويك يا رب، ربنا يقويك يا حبيبة قلبي. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يقويك وكده ويقويكوا على المدارس والدراسة والمذاكرة والبيت وكل حاجة. صباحك زي الفل، تسلمي يا حبيبتي. حطيت بقى الطاجن كده بالشكل ده، وهقوم سايباه كده ايه يكمل سوا. والبسله عندي برضو نفس القصه بتكمل سواها اهو تمام، هسيبها تكمل السوا بتاعتها عادي خالص اهو. وتعالوا بقى ايه في الوقت ده، تعالوا نطلع فاصل، هكمل عجن تمام وهنضف كده الدنيا لحد ما ترجعوا لي ونكمل حلقتنا. استنوا